شكرا لآلاء زميلة ماري سالم المحلل المالي للشرق بلومبرغ معي هنا في الاستوديو. أهلا وسهلا فيك ماري. الصبح بس حكينا شوي بالأسواق الأسيوية وحكينا بالهانغ سانغ، حنرجع له. خلينا قبل ما نفوت عليه، طبعا إيفنت مهمة هذا الأسبوع هو اجتماع أوبيك بلس عن جديد. شو ممكن نتوقع من هذا الاجتماع؟ هلا الملفت صراحه سبق انه هلا جاي اجتماع اوبك، يعني كان نحن شلنا الاسبوع الماضي شوي الضغط على اسعار النفط، فجاي اجتماع اوبك هيدا من بعد هيدي الاحداث، عم نخلق نوع من الايجابيه بالنسبه للتجار تبع النفط او العقود الاجل الفيوتشرز. بس اللي جاي هلا بهيدي الفتره هو القرار اذا هن رح يمددوا الستابيليتي مطرح ما هن بالانتاج ولا رح يزيدوا نص مليون برميل بالنهار. هيدا موضوع شوي هو بشكل يعني نقطة محورية بالنسبة للكل، لأنه إذا بلشنا نحن من هلأ نرجع فترة يعني شوي نزيد الإنتاج، يعني نحن عم نزيده بطريقة جدا صحية وحيأثر بشكل إيجابي على أسعار النفط، ما حنلاقي فيه حيكون فيها خضة. فبالنسبة للتجار هن بيلاقوا أنه هيدا الترند تبع صعود أسعار النفط أو ارتفاع أسعار النفط يلي هي هلأ يعني تعد النزلة اللي نزلها من يومين هي أكبر نزلة من نوفمبر، يعني اللي هي نحن شفناها كتير كبير 2 أو 3%، بس هي هيدي ما بتغني انه حنرجع نشهد من خلالها صعود اخر لاسعار النفط. كان نحن سمعنا تقرير طبعا من جولدمان ساكس حطوا وقت سعر مستهدف على النفط 75، مش قليل، يعني بيكون فرحة صراحة بعد اللي شفناه سنة الماضي. لكن هذه الضغوط على المنتجين الآن يمكن بالأحرى تزيد الضغوط على المنتجين من أنه في احتمال الارتفاع بهذه الأسعار يشجع على زيادة الإنتاج من جديد. هلأ هو حيشجع طبيعة الحال على الإنتاج، بس هلأ في عنا كذا عامل هو اللي عم يدعم ارتفاع أسعار النفط، مش بس أنه في عنا نحن توجه أنه بدنا نزيد الإنتاج، يعني في عنا التوقعات بالنسبة للطلب المستقبلي اللي هو حيجي عم بيكون كتير إيجابي، في عنا لقاحات عم تتوزع، في عنا ستيمولس من قبل الشركات أو حزمات تحفيز عم تنعطى من قبل الحكومات أو الدول لتنقذ الاقتصادات اللي موجودة. فهيدي كلها بتعطينا إنديكيشن أنه نحن متوجهين نحو انفراجات فيما يتعلق بالانفتاح تبع الاقتصادات يلي هو بيتطلب زيادة في الطلب على النفط يلي هو حيدعم برضو الأسعار للفترة اللي جاية. تمام، خلينا نحكي شوي على الهانغ سانغ. نعم. اليوم كنا منتظرين نحن قرارات مشان إعادة هيكلة مؤشر الهانغ سانغ. بالوقت الحاضر في 52 مكون بالمؤشر، تم زيادتهم ل 55، وهل إعادة الهيكلة هيدي الغرض منها طبعا تسهيل دخول الشركات للمؤشر، شو تداعيات هذا الشيء؟ هلا تسهيل الدخول وزياده عدد الشركات، حتى يعني انه حتى انواع الشركات هي اللي حتكون عم تنضاف لهذا المؤشر حتكون مختلفه. دائما وقت اللي نحن بيصير في عنا اي تعديل بالمؤشرات نحن بنعتبر دائما انه في عنا زياده سيوله حتتم ضخها بقلب هيدي الاسواق. يعني هلا هيدا كاول انطباع بينعطى على التعديلات يلي بدها تصير، اذا صارت في عندك انت صناديق استثمار ب حوالي تقريبا 10 مليار دولار، هي حيصير في عندها نوع من التداخل بهيدي المؤشرات، يعني حيصير في انفلو على المؤشر بقيمه 10 مليار، اللي هو حيزيد من السيوله وحيزيد الاقبال من قبل المستثمرين على الاسهم يلي هي مدرجه بهيدي الاسواق، وخاصه وقت اللي بيصير في عندك شركات زياده هي جزء من هيدا المؤشر، طبيعه الحال حيصير في عندك نوع من توسع بالسيكتورز او القطاعات يلي هي عم بتكون عندها بريزنس او عندها وجود تواجد بهيدي المؤشرات، وطبيعه الحال انها تجيب مستثمرين زياده انه يكونوا. يمكن هذا بيبرر الارتفاع باحجام التداول اللي شفناها على الهانغ سانغ بالاسابيع الاخيره. صح. كنا عم نشوف ضخ سيوله بشكل قوي ما انحجبت يعني عن هيدي السوق. ما هو بس يكون في انديكيشن او في انطباع او العالم مستنظره انه يكون في خبر ايجابي او تعديل على المؤشرات، بتلاقي في صناديق بتجرب تستبق الخبر او تستبق مظبوط 100%. فهيدا حيأثر مش بس على السوق على الهانغ سانغ، حيأثر على الأسواق كلها يعني الآسيوية، لأنه بس يخف من محل بينتقل لمحل تاني، وفي عنا هلأ في ضغوطات عم تنحط مثلا على شركات معينة بقلب الصين، فعم تلجأ لسكندري ليستنج أو دول ليستنج حتى على الهانغ سانغ، فهيدا بيخلق نوع بهونغ كونغ، فبيخلق نوع من مضاربة أو إذا بدك تحدي بين الأسواق. بس هي
بتعد يعني المردود بيكون إجابة على الجميع، يعني ما في محل بيكون عم بيخسر على حساب التاني. هو في شركات صينية عندها ديول ليستينج إن كان مينلاند وعلى هونغ كونغ. طالما حكينا على السمارت ماني نحكي شوي على السمارت ماني اللي عم تتوجه وولمارت بحد ذاتهم سوبر سمارت. وعندك اثنين بانكرز من جولدمان ساكس تركوا من جولدمان لينضموا لوولمارت مشان مشروع وولمارت الجديد. في تخوف من وول ستريت انه يكون وولمارت فعليا عندهم هذا المشروع. اعطينا تفاصيله مريم. هن في عندهم هلا شركه ناشئه جديده عم يعملوها وهي باداره البانكرز يلي ذكرتيهم حضرتك. الفكره هي انه هي هيدي الشركه مختصه بالفنتك او مختصه بالالكترونيك بانكينج نوعا ما. هلا في قانون طلع صدر مؤخرا بال2020 بأواخره تقريبا بيسمح لشركات الريتيل أو الشركات اللي مثل وولمارت إنه هو يكون في عندهم السيرفيسز يلي هي تتعلق بالتعاملات البنكية بطريقة أو بأخرى، بس بدون ما يكون في عندهم الليميتيشنز أو القواعد والقوانين يلي هي البنوك ملزمة فيها، يعني كان من ناحية رأس المال أو الريزيرفز أو كل هيدي التفاصيل منا بعد هن بيلتزموا فيها. فهي نوع من إنه ميني بانك إذا بدنا نقول، بس إنه لهم حق سيرفيسز معينة يقدروا يأمنوها. فالكونسيومر العادي أو المستهلك العادي اللي هو عم بيكون عنده هيدي السيرفيس عم تتقدم من وولمارت تنقول حيفضل إنه ياخد السيرفيس كمان حتى تعاملاته البنكية تكون عبر نفس المحل. في إقراء بيقدروا يعطوا قروض، بيقدروا يعطوا كريدت كارد. هلا هن مش ذاكرين هيدي التفاصيل كلها سوا، بس هي الاشياء الاساسيه الاوليه ممكن انه يكون في تعامل انه الشراء عمليه الشراء تتم عبر نفس الحسابات او انه ممكن يكون حساب توفير او حساب ايداع. عم فكر انه يا ترى رح يكون ممكن يكون مصير وولمارت مثل ما كان مصير انت جروب بالصين، ولو انه طبعا السيستمز مختلفه ما بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير. هي أكيد مختلفة سبب، بس إنه الفكرة هون إنه تخيل قديش هي ممكن إنه تسهل على المستهلك إنه هو يفوت على محل يقدر من خلاله يعمل كل تعاملاته شو ما كانت تكون. يعني بالنسبة لوولمارت تنقول عندهم 5300 محل بقلب أمريكا، يعني تخيل إذا كل محل حولوا فيه مثلاً ATM ماشين أو كاونتر معين للبانكينج سيرفيسز تبعهم، تخيل قديش هو حيكون الإكسبوجر. فطبيعي إنه وول ستريت يكونوا متخوفين من هذا الموضوع. أكيد أكيد بتعطيهم أدفانتج لوولمارت طبعاً إذا هني منهم مضطرين إنه يكون under the same regulatory standard مثل أي بنك. صح مزبوط. ماري سالم شكرا لك. شكرا شكرا حضورك معنا. هلا صباح.